اهلا ومرحبا بكم في قناه ساره بيبس فيندو، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نديروا مع بعض بات فيتي توجد في دقائق بدون تعب وما تديش الوقت كامل. انا سبق لي وشاركتها معكم في احد من الفيديوهات ولكن ما عممتش فيها، واليوم بغيت نوريكم بالتفصيل كيفاش تجي، واللي يجربها ان شاء الله ما عادش يندم عليها. تبعوا معايا المقادير. عندي 200 غرام فارينة، عندي ملعقه صغيره ملح ما تكونش عامره بزاف، عندي 100 غرام ماء بارد من الثلاجه، وعندي 200 غرام زبده مجمده. هنايا الزبده قطعتها الى مربعات ودخلتها الكونجيلاتور، كي تتجمد تقدر نستعملوها. في هذه الوصفه نحتاج الى خلاط كهربائي اللي هو بلندر او اي غوبو يكون يميكسي مام دي غلاسون، مهم يكون عنده هذا الليلام. تقدروا تستعملوا هذه الوصفه بدون مشكل. في الخلاط الكهربائي غادي ندير الفرينه مع الملح ونزيد الماء ونزيد هذيك الزبده. هنا الزبده لازم كي نخرجوها من الكونجيلاتور نستعملوها ديريكت، ما نخلوهاش حتى تذوب. غادي نخلطوها 45 ثانيه والفيتاس 6. ابخي غادي نلموها غير بيدينا، ما نعجنوهاش غير نلموها كما انا درتها هيوينا. شوفوا تحصلت على عجينه طريه. وهذه المرحله غادي نديروها بسرعه باش الزبده ما تذوبلناش. غادي ندير الفرينه على سطح العمل ونورقها. ابخي غادي نلووها بهذه الطريقه، كما نلون نضغطوا شويه للعجينه. حنا نكثروا شويه الفرينه على سطح العمل باش ما تلصقش من تحت. بعد غادي نلوها على شكل حلزون، كما نلوه شويه نضغطوا على العجين. والعجينه تاعنا هيا راهي واجده، غادي نديرها في الساشي وندخلها للثلاجه 20 دقيقه. ابخي نقدروا نستعملوها، المهم نخلوها في الثلاجه على الاقل 20 دقيقه. بعد مرور 20 دقيقه هنا جبت العجينه تاعي، غادي ندير شويه فرينة على سطح العمل وغادي نورقها على هذه الجهه، ونبقى نضغط هكا بالوراق على العجينه. المهم ندير الفرينه من الفوق شويه ونورقها. انا هنا غادي نخدم بها لي كورني باش نوريكم الفيطاج كيفاش يجي. هنا غادي نقطع العجينه الى شرائط طوال. هنا عندي لي بياس تاع لي كورني وتاع لي غولي، انا غلفتهم بالبابي الومنيوم باش كي نحي هذاك الكورني يجيني ساهل. ونقدا بشريط ونبقى نلوي على الكورني. المهم في البديه هنايا غادي نبلع شويه في القنت باش ما تنحليش العجينه، ونبقى نلوي فيه. كل ما نلوي نضغط على العجينه شويه باش ما تنحلش، ونستمر بهذه الطريقه حتى نكملهم كاع. انا هنا عندي صفار البيض، درت له شويه لافاني خلطته مليح
وعادي نطليهم من الفوق. وندير عليهم شوية سيزام، ونكون سخنت الفرن 200 درجة وندخلهم يطيبوا لمدة 15 إلى 20 دقيقة. هنا مهم عسوهم كل واحد والفرن تاعه، كي يطيبوا ويتحمروا نخرجوهم. بعد ما طابوا خليتهم يبردوا شوية. أنا هنا عندي فرماج غابي، هنا درت غير بحبات فرماج بورسيون، ودرت واحدة فرماج ناتور، شوية ملح، شوية فلفل أسود، شوية معدنوس، ودرت شوية كفتة كانت عندي مقلية، وخلط جميع المكونات ودرتهم في جيب حلواني، وعدي نعمر لي كورني. ونغطي هذيك الحشوة بالفرماج غابي. هنا العجينة اللي بقات لي لميتها، مهم العجينه كي تبقى لكم ديروا غير وحده فوق وحده، ما تعجنوهاش هكا بيديكم. وصنعت بهم لي شوسون دامون باش نتقهويو. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انه يكون نال اعجابكم، نتمنى انكم استفدتوا منه. واللي عاد يجرب هذه الوصفه ما عادش يندم عليها، انا وحده منكم ملي جربتها ما خطاتنيش من الدار، باسكو ما تديش الوقت وتوجد في دقائق. المهم اللي جربها يخلي لي تعليق تحت اسفل الفيديو، وما تنسونيش تدعموني بالاشتراك والإعجاب والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة، ونتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله.